فجمع عمر الخطاب وقال للناس: ماذا تتمنى؟ فقال أحدهم: أتمنى ملء هذه الحجرة مالا أنفقه في سبيل الله. وقال الآخر: أتمنى خيلا. وقال هذا: أتمنى عدة. فأما عمر الخطاب فقال عمر الخطاب: وأما أنا، انظر إلى هذه الأمنية التي نتمناها الآن بعدما أبصرنا بعين عمر وبعدما رأينا بفقه عمر رضي الله عنه. قال عمر الخطاب: أما أنا أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. لو أن معي رجال، أليس منكم رجل رشيد؟ حينما يفتقد الداعية إلى الرجال، حينما يفتقد المصلح إلى الرجال، حينما يفتقد الفقيه إلى الرجال، حينما يفتقد المعلم إلى الرجال، حينما يفتقد المحفظ إلى الرجال، حينما نفتقد الرجال تظل كل الثغور مفتوحة. الأعداء يدخلون ويخرجون كما يشاءون. أريد منك أن تكون رجلا في ثغر من الثغور، أريد أن تختار بابا من الأبواب ثم تكفينا هذا الباب، ولو باب الأسرة التي أنت فيها، ولو حتى الابن الذي ترعاه، ولو أي شيء، أي باب، كل الثغور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو حتى أن تميط الأذى من على المسلمين. يقول يرفع الأذى من الطريق ويقول: لا يصيب المسلمين، يغفر له بذنبه. أريد رجلا، لا أريد شخصا مترددا ليس لديه شغف في سيره في الطريق. أريد أمني، كن أمنية عمر، بلاش كلمة كن رجلا، حقق أمنية عمر. انظر إلى فقه عمر وقال: ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث مؤلم، حديث صحيح في البخاري، قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس أشبه برجل لديه 100 ناقة ثم أراد أن يسافر سفرا طويلا، لا يجد راحلة تستطيع أن تكمل معه المسير. هذه هزيلة، وهذه ضعيفة، وهذه تحتاج إلى طعام، وهذه مريضة، وهذه سقيمة، وهذه. أين هؤلاء الرجال؟ حينما تسأل من يفعل كذا ويسد عنا هذا الباب، هذا مشغول، وهذا ضعيف، وهذا لم ينطلق، وهذا سقط، أين الرجال الذين يكملون المسير؟ أين الذين يسدون الثغور؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة تدخل الجنة، قال: هؤلاء الذين تسد بهم الثغور. فقال صلى الله عليه وسلم عنهم: ماتوا وحاجتهم في صدورهم لا يستطيعون لها قضاء، ضحوا بكل ما يملكون لنصرة هذا الدين. نريد رجالا. اعذرني على شدة هذا الخطاب، ولكن ضعفي جعلني أتقوى بك، وأقول: هيا نشجع أنفسنا لنكن رجالا، ينصر الله سبحانه وتعالى بنا هذا الدين.